سيد صالح، كنت أسألك عن التوقعات أو المطلوب أن ينفذ على مستوى الأطراف في قمة المناخ القادمة في الإمارات، ما المطلوب من الزعماء والقادة إذن وفق هذه المعطيات؟ والحقيقة المطلوب هو ما أن ينفذ ما تم الالتزام به مسبقا أولا، الذي تم الالتزام به ولكنه لم يجد طريقة إلى التنفيذ، وهو أن يكون هناك برنامج واضح بعدد سنوات محددة للانبعاث الصفري. الحقيقة درجة حرارة الأرض الآن ترتفع، مستوى المحيطات يرتفع، هناك تهديد الحقيقة من كوارث كبيرة جدا، وممكن مدن أو جزر تطمر بالكامل إذا ما استمر هذا الوضع. إذن كان في التزام في قمة غلاسكو بأن يحافظ على درجة الحرارة وأن يكون فيه 1.5 درجة مئوية يتم عدم الوصول إليها على الإطلاق، لأن عند الوصول ارتفاع درجات الحرارة الأرض بهذا إلى هذه الدرجة سوف يكون كارثي على الكرة الأرضية بشكل عام. طبعا من يدفع الثمن هي الدول بكل أسف الغير منتجة لهذا التلوث والغير مسيئة للبيئة. فلدينا يجب أن يكون هناك زراعة للغابات.